دكتور، امتى حضرتك بتقرر انه هذا السن مفروض ينعمل عليه تركيبه، ما ينترك بدون تركيبه؟ في الاغلب يكون لما نكون محتاجين اعاده بناء دعامه وقائيه لهذا السن، خاصه الاسنان اللي تكون تعرضت للتلف بسبب اعاده الترميم وعلاجات العصب المستمره. فنحاول بقدر الامكان استعاده الهيكل المناسب للسن باستخدام مواد خزفيه تكون شديده الجماليه وفي نفس الوقت قويه بشكل مناسب يتناسب مع عضه المريض ومناسب معه في شكل الجمال اللي يبغاه.